مساء الخير عليكم. النهارده طبعا انا بعمل فيديو ده عشان بس ارد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم او اليومين اللي فاتوا دول. اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه للناس. انا اكيد مش عايز ادخل في صراعات ولا في مشاكل ولا اي حاجه، بس اللي حصل ده طبعا سمعته من وجهه نظر واحده، فلازم تسمع من وجهه نظر انا كمان وانا شايف الموضوع ازاي. وانا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز اظلم اللعيبه معايا. انا في كابتن فرقه وفي لعيبه كبيره وقديمه عني في المنتخب كان ليها الحق انها تتكلم بالنيابه، يعني بالنيابه عن اللعيبه، فانا بعتذر لهم الاول. بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبه وشكاوى بشوفها مع اللعيبه محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان، في كذا نقطه انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم، عشان الرد يبقى واضح بالنسبه لكل الناس. اول نقطه بس بالنسبه لي اسهل طريقه للتضليل هي تشويه المشكله، وانك تشوف المشكله بسيطه، وانك تشوف المشكله مع صلاح. وانا افتكرش ان في مشكله معاه شخصيا، انا ما عنديش مشكله مع حد شخصيا. انا بطلب كل حاجه للعيبه تبقى كويسه ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبه تبقى مرتاحه. وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره، وبتعامل معاها بره، وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجه واقول يا جماعه ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبه للعيبه كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم. انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا، انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعيبه كلها تحت. لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعت الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر يبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كمن ناحيه وطنيه، كمن ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا. بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. ف يعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير. انا بس هتكلم في حته السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام 6 الصبح، يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه ما يبقاش عندنا قناعه ان احنا ممكن نبقى غلط؟ انا عادي ممكن ابقى في حاجه غلط واعالجها، بس انا ما بطلبش السكيورتي يقعد مع محمد صلاح ينام جنبه. مش عايز، انا بقعد انا مع اللعيبه نقعد اتنين في الاوضه، صلاح مش قاعد لوحده في الاوضه. ما بطلبش زيادات عن اللعيبه، ما بطلبش ان انا اروح باوتوبيس لوحدي ولا عربيه لوحدي، ولا عمري اطلب ده، عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده. يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده. انا طلبت ان يبقى في سكيورتي عشان خاطر النظام في الاوتيل، اللعيبه تخرج براحتها، عايزين يقعدوا في الريسبشن، عايزين يعملوا ده، عايزين يعملوا ده. بالنسبه لكل الناس، مش عارف ليه خدوها ان صلاح لوحده، واخدينها ان صلاح خلاص دلوقتي احنا نكبرها، ان صلاح بيتكبر على البلد ومش عايز ينزل، وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول. انا في ليفربول بقالي سنه تقريبا بلعب، والحمد لله ماشي كويس بقالي سنه او سنين، يعني الحمد لله الدنيا كويسه، ما عنديش مشكله. مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه المعسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان، لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل، او عشان خاطر اتكبرت. يعني ما اتكبرتش في يوم وليله. تاني حاجه، احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا، ما تردش عليها، ما تردش عليها باي شكل من الاشكال. بتتساب بالاسبوع والاسبوعين، وبعد كده ترد اوكي هنرد عليك بعد الاجازه، ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه. فمفيش اي حاجه ترد عليها. هم قالوا ان كل حاجه طبعا دي ما حصلتش، وقالوا ان مفيش حد بيطلع الاوض الساعه 4. انا مش فاهم ازاي، مع ان ممكن تسالوا الاوتيل عادي جدا، ممكن تسالوا اللعيبه. مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا. انا ما طلبتش معامله خاصه من حد، ما طلبتش ان انا اتعامل معامله خاصه، ولا ان انا امشي لوحدي، ولا اعمل ده كله. انا بطلب حاجه بشوفها بعناية انها تتعمل بره، وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات وسهل جدا ان احنا نعملها. يعني انا انت ما بتعملش حاجه خارقه ما حدش يقدر يعملها. بص على اي فرقه او اي منتخب بره، بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه، الناس بتعمل لهم كل حاجه، بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم، بيقعدوا في الريسبشن، بيقعدوا في كل حته. الموضوع بالنسبه لهم سهل،
مش لازم عشان لعيبه لازم يبقوا مظلومين وطالع عينهم يعني، لا ممكن نعيش حياه طبيعيه جدا في المعسكر ونبقى مبسوطين. ده النقطه المهمه اللي او من اهم النقط اللي كنا بنتكلموا عليها النهارده واحنا كنا بنتكلم عليها يعني. عشان بس كاتب نقط. الفكرة كلها ان هم كمان واخدين ان المشكلة يعني كل الكلام كله ان اسلوب رامي وحش، اسلوب رامي وحش، او المحامي بتاعي اسلوبه وحش. ما انت في مشكلة، حل المشكلة، سيبك من اسلوبه. انا ما اعرفش اسلوبه وحش في ايه، مع ان الكتابات كلها دلوقتي في النت ما شاء الله يعني، هم سربوا او الخطابات كلها اتسربت، ومع ان ده مش قانوني ومش فاهم ازاي، وممنوع ان حاجة زي كده تتسرب. كل حاجة دلوقتي بعد انا ما قلت ان انا هطلع لايف، كل حاجة دلوقتي بقت تتسربه في الميديا عادي جدا. ان الخطابات دي ما كانتش موجودة اصلا قبل خطابهم هم او قبل المؤتمر الصحفي بتاعهم هم، الخطابات دلوقتي بقت في الميديا عادي. وشوفوا يا جماعة كلكم عشان عارفين ان انا اطلع لايف. اوكي، موضوع ان انا حد يستنى عندي الطيارة، انا بقصد بيه او المقصود بيه، مش انا اقصد بيه، المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر، لما بتيجي تخرج من اي مكان يعني تبقى كله عارف ان بيبقى في زحمه في المكان لما بتخرج عادي، بيبقى في زحمه. انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طياره لوحدي وعربيه لوحدي، ما فيش الكلام ده كله. انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن ان انا يبقى في طريق